السودانيين في الخارج وفي الداخل عندهم مصالح في السودان ده، وعندهم بيوت وقروش وتفاصيل، والسودان ده التراب ده بمثلهم هم في الخارج والداخل. فما تعي لك كمية بتاعت حلافيت يا كميتي، ها يعني لب بنظرة إن والله في دارفور أكبر الجيستي. والله يا أستاذ ما بدي جيستي، والله صدق ما من ساعة التلفون ده ما بدي والله، إلا آيفون ولا ناي ولا آيباد ولا اسمه شنو، الله يدينا اسمه، ولا سامسونج. تلفون ده هوائي ما بقبل، هو ما بيتحكر لكن ما بقبل أي دعوة من زور. فإلا أنا بعد شوية بفتح الدعوة عبر الواتساب، ممكن تدق لي بملك رقم الواتساب تسجله وتخش لي طوالي عشان ما تطلعني من المسار. تخش طوالي في الواتساب تفتح فيديو واخدتك في هناي كويس، اخدتك في اي زول دير جيستي اخدتك بعدين مباشر، تعمل لنا اضافه في اللايف. حميدتي مفتكر انه السودان ده كميه الحلافيت والباشبوزق اللي قام قدامهم ديل كشف لهم كده، هو طبعا متعود على العنتريه والانجهيه وقله ادب والكتله، هاي ديل هو مفتكر اي حاجه بس بعضلات ما فيها بدل وكرافتات. طوالي قال هاي ديل بس ندقهم كده ومع السلامه. هيمتي اندو واتأهلوا قرف الهند اقتصاد خريج ويمكن يعمل دكتوراه في الاقتصاد، حسي قاعد في الهند ودير يجيبوا بدل هناي ده بدل وزير الماليه اسمه هنا يعني ما ادونا اسمه قالوا عليه، ها نسيت اسمه، حركه كامله كويس جبرين تقدر تفهم الليب، واخوه دير يجيبوا وزير دفاع. اي زول عنده قلم ورقه سجل، هسي سجل الكلام ده والله يكذب الشينا، وهو دير يجي رئيس جمهوريه اوريك عديل وكميه من الكيزان جزء من الكيزان والمطبلاتيه معه، ناس من دارفور ناس من كردفان معه في الليب، ببقى ليه وعديل الزول ده قرا في الهند والان هسي قاعد في الهند، يمكن دير يعمل دكتوراه ويجي يسلم وزير ماليه واخوه ده يجي وزير الدفاع وهو ده يبقى رئيس. ارقد عشان ما تموت والله، سجل الكلام ده سجله لانه اللايفات كثيره بتنسى، انت بتنسى انا عارفك، انت اللي قدامي دي بتنسى وانت بتنسى الكلام ده للرجال والنسوان، سجلوا الكلام ده وعاصروا الكلب عشان ما يبقى مش وزير دفاع. كشف وشوف لما فات للاماراتيين هنا، شوف الابن الكلب الحقير الذليل ده، كشفوا الليب ده، الليب ده كبار يا جماعة. شفت الليب ده كيف؟ الليب ده غلاد يا زول. شفت الليب ده؟ الليب ده كبار، شوف عبد الرحيم اللي بتبدله وكرفته، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دقيقة يا جماعة. شفت الليب ده كيف؟ شوف بلاوي ببلدك كيف؟ كشف عبد الرحيم، نجيب محل عبد الرحيم اللي بيزلي بدله وكرافته. شفت الليب ده كيف؟ شفت الاماراتيين بلا بلدك كيف؟ ده داري يجيبوه رئيس، واخوه داري يجيبوه هناي وزير دفاع، والقرف الهندي داري يجيبوه وزير ماليه. انا ما اعرف الناس دي ربط لهم الكرافتات من وين. عبد الرحيم الجنجويت الرباط لابس كرافته يا جماعه. دقيقه عبد الرحيم لابس كرافته، انا لازم البس كرافته يا جماعه. صبروا انا بدي اوريهم انه اربطها، خليه يربط عليها الحوام مباشره، الكلب الجنجويت انت علمك تربط كرافتة مول، ها جنجويت بيكون انت عارف بيربطها كده، بكون طوالي شنو بعلقها كده بس ما بفكها، فكها لو ابوك راجل فكها زي دي ما بفكها. شفت زي العريس الارز جديد تلقاه عنده كرافتة لما يربطوها له ما بفكها، بعلقها كده بس مربوطه كده بعلقها، ما في كذا زي ده لانه ثاني ما بقدر لانه الكرافته صعبه شديد كويس. عبد الرحيم اتعلم يا جنجويد يا رباطي اتعلم، ها لابس لا حول ولا قوه عبد الجنجويد فات الامارات لابس لك كرافته، لا حول ولا قوه الا بالله. كشف يا جنجويد عشان بعدين انا اعرفك انت في واحد ربط عليك كويس، انا اعرفك يا جنجويدي في زور ربط عليك. اتعلم يا جنجويد، انا عارفك انت بعدين حتملصها كده، شفتها ده الكرافتة يا جماعة صح؟
كويس. انت عارف عبد الرحيم لما اربطوها له زي ده بعمل لها كيف الجنجبيل ده، بقوم بملصها كده هاي بجرها زي ده، بقول له اوي بتجرها كده وديها بهنا، شفتها بعلقها كده في بيته. بس اقسم بالله لو ما لقيت الكرافته معلقه زي ده بيت عبد الرحيم وهي بتجي الجنجبيل ايدكم ما تدوني، بعلقها كده عشان لما نجي بدخلها في رقبته طوالي كويس، لانه ما بيقدر لو يفكك منه موضوع. بس شفتها تلقى الكرافتات كلهم معلقين زي ده، بس مربوطه جاهزه كده معلقه زي دي. بس الله جاب باقي جنجبيل يا اخي، حركت قلوبنا يا الله يحرق دمك. طيب نمشي قدام يا جماعه، نمشي قدام. جنجويد قال دير البس بنت كرافيتا يا جماعه في السماعه دي فاتت فين؟ طيب يا هادي اوكي. ها والله بعلقها جاهزه. ها رايك شنو؟ بعلقها جاهزه يقدر؟ والله لا جاب باقي زاد. طيب نمشي قدام يا جماعه، نمشي قدام الناس تعمل لنا شير، لانه في شغل كثير، شغل كثير جاي لنا وجه صالح زاد. عرضنا حسي قريب 4-5 فيديوهات يا جماعه ولسه الشغل ماشي. الله يخيبك زاد. كشفوا هنا يا جماعه، كشفوا هنا. طيب عينه هنا، عينه الكلام ده. تسلم ايد الكاتب ده يا اخي، الكاتب ده تسلم ايدك يا اخي. شايف ده عبد الرحيم طبعا، ويلا عين الكاتب ده قال شنو؟ عليك دينك كلامه صح ولا ما صح؟ طيب انا اركز لكم هنا عشان شنو؟ اقرا يا عمك. صحيح كلامه ولا ما صحيح كلامه؟ ها؟ لما يمشي يقى شنو؟ يقى ذليل وحقير، لكن لما نرجع للشعب السوداني يقعد ينهر ببندقيه وبتاع، لكن لما يمشي لاسياده ديل شفتها؟ بيتكلموا بادب واحترام وكده وبتاع، ولاد الكلب. ها يا جنجويت يا وسخ قربتوا انت، بس اصبروا لي بس. هم مفتكرين مفتكرين انهم دخلوا في القاعه هناك وخلاص كده الموضوع انتهى. طيب ودي صالح طبعا في صراع بين ودي صالح وبين نايدة. طيب ودي اين التغريده بتاعت ودي صالح؟ اقروا الناس تقرا يا جماعه، كشفوا التغريده بتاعت ودي صالح. ده التغريده حقته في تويتر، فغرت ودي صالح هنا في المحل ده كده. واضح يا جماعه؟ كده واضح، كده واضح. طيب انا ما اعرف ذاته هو القفل منه ده، اول واحد القفل انا داير اعرف القفل منه. ما هو الناس بقول لك يا اخي والله يا اخي انا اسمع محمد طه فكوه وما اعرف الكيزان داري فيكم، هو القفل ذاته منه، القفل منه، والبلاغات المفتوحه كان مادتها كم وفتحوا لهم ياتوا بلاق، البلاق مفروض هو ذاته انت قال الكيزان والبشير ده بلاقهم ذاته جاهز، لانه في حكم اقراري، الحكم الاقراري ده ما في اي طاني ولا في استئناف. حكم الاقراري ده اقر عديل، انا قتلت 10,000 في دارفور يا اخي كثير، قتلت كم؟ واحد نفر خلاص، رميه بالرصاص دل انتهى الموضوع، انت عسكري يا ايه ادو طلقه موضوع انتهى، ولا 10,000 ذاته كثير يعني، قضاياهم قضايا معروفه ومكشوفه وقضايا يعني قضايا مش 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 دليل شهود ولا محاميه، اقرار في حكم اقراري في المحكمه اسمه. شوفوا اقروا يا جماعه. طيب نشوف انه ودبوك هنا اتغالت ما هناي ده كيف يا طو نقطه اتغالت كيف وطوالي ودبوك بعد ده برس عضلاته، برس عضلاته هنا في المحل ده. دقيقه يا جماعه انا جايك في الليب، دقيقه يا جماعه انا جايك في الليب. ناس تعمل لنا شير بقدر ما تقدر. اسمع يا هدى هنا، كشف هنا الليب بعد ده، ده الخلاف. العساكر وشأنهم يدافعوا عن انفسهم، نحن ندافع عن بلد وعن عداله وعن قيم. نعم. واي محاولات للارهاب السياسي والفكر السوداني لن تنفع، السودان ده بلد مفتوح. ما في زول بيشيل ذراعه بيقول انا الارجل. نعم. لو في زول داري يجيب في النقعه دي ما في زول بخوف زول في البلد دي. ولو بقينا لبيت الكلب زي ما بيقولوا هنا علي الطلاق زول يقعد قدام زول ما في السودان. دي تبقى عند اي زول بمارس سياسه في البلد دي عاين وفتح. اثنين المؤتمر الوطني ده مرحله شايف؟ شايف ده تحديد طبعا. تحديد عديل لاي حزب ولا ودي صالح بالتحديد اشر له عديل. قال له ما في زول يجر عضلاته ولو مرقنا في النقع عليك الحسي، ده زول بتاع لايفات زينا نحن، ده زول حسي سياسي محنك.
معناته شغله ودروسه. اي زول بيقوموا يا جماعه. ادي طيب انتوا احنا حارسين شنو؟ انت قال لك احنا توحيد الزرقاء ده عملناه من فراغ. انت قال لك دعاتنا بتاعت انه اي زول يشيل بندقيته ده احنا ما عارفين البلد فيه انفجار يا صاحبي. عارفين البلد ده